أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقط للتنبيه، غدا العشاء سيكون الساعة 9:40 الإقامة، الساعة 9:40. قيام الليل سيستمر الساعة 2:30 إلى نهاية رمضان. From tomorrow عشاء إقامة 9:40 quarter to 20 to 10. قيام الليل still إن شاء الله to the end of رمضان 2:30. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear brothers and sisters, we're bidding farewell to the 27th Ramadan today, inshallah. Yesterday was really good, alhamdulillah. We had lots of people. It was really nice. It was very buzzing, alhamdulillah. Sheikh Sadiq is fixing the speakers while I'm speaking on this one. It's not the best one to speak because this is really for recitations, this mic. You won't get the sound right when I'm talking. So, alhamdulillah. Okay. Jazakumullah khair for all your beautiful donations and contributions. Many people have donated yesterday very gracefully. Alhamdulillah, we had a good collections. Nearly 20,000 pounds was collected. Takbir. Allahu Akbar. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your noble contributions and may He give you barakah in abundance. May He protect you from all sort of calamities and also protect your children, your families, and give you good health. Ameen, ameen. Brothers, I was associated with the mosque in Coventry in 1992. We were buying a building for £185,000. It was a big building, 15,000 square foot, with about 150 car park spaces. 1992, that was a lot of money. It was on the market for about 5 years. Nobody wanted to buy it. And then suddenly, the Bangladeshi community in Coventry were looking for a space. It was out of their way, and we bought it. We said, we'll buy it. We didn't have a penny. We went to the state agent, and the old chairman and the elders went together, 9 of us. And we told the state agent, we have the money in the bank as long as it takes for the legals to complete. We came back, and the old chairman told his solicitor, he says, Mr. Peter Mander, delay as much as possible. And we delayed it for 12 months. Because it was a naval training center, and the last thing we get is a letter from the defense, Ministry of Defense. If you don't complete it in the next 4 weeks, your deposit of £30,000 goes. Thank you. I got my mic back. And guess what? We didn't have any options. And we raised the money. £185,000 was a lot of money. And some of the sisters were giving their gold to the masjid. They said, take my gold, sell it, and put it into the masjid. That's how it was. Some of the children's benefit, child benefit, they said, I'm going to give 1 month of my child benefit to the masjid. I was quite young. I was only about 27 then. And so we went around every single town, from Glasgow to Portsmouth to Carlisle to Newcastle, everywhere we would go. And I will come home 6 a.m. And the old chairman, I didn't drive that much in those days. The old chairman, he was in his 60s, and will drive and say, son, we'll have to take a break and we'll have to sleep in the service station in the car for about 30 minutes. Just like what I did when I went this Ramadan to London. I had to, 3-4 times I had to stop because I'm nearly 60. And that's how we collected from each town, 2,000, 3,000, 4,000. And we completed it, £185,000 on time. That building is worth 4 million in today's time. And nearly 3,000 people pray with 100 car park spaces. You can imagine when we have the will
we have the niyat, we can achieve it. And I'm saying to you here standing, that was my second mosque. This is my third mosque. We can do it. It's all about having the niyat. This is our masjid. We want to buy this building, and we want to buy it outright, and we buy it by the end of April. So whether you are in it or not in it, Allah subhanahu wa ta'ala will make a way. But I would say every one of you contribute something to purchase this building. Let it be ours, for your children, children's children. Muhammad, please go around. So inshallah, as you can see, I want to show brother Shahuda and brother, forget his name. Can you hold this for me and turn this around? Just show this one, this pop-up stand. I want to show the other side because they can't see when they're sitting down. Maybe I want to hold this one. Just turn it around and lift it. Lift it. Now, can you see? It's because I'm asking my imam and my brother, can you see this now? Now, the one in the red box is the building that we want to buy. That's the music shop, I call it, the Rimas building. The white building is the original first mosque. But the building in the red square used to be just like the white building 135 years ago. And the red building, which we're in now, inshallah, is in our hand and it will be ours, inshallah. Okay, so these are the three buildings that we want to occupy. And the building in question is this building here. As you can see in blue writing, it goes all the way back. It's an asset for the Muslim community here. Inshallah, we went together. Can you turn this around the other way now? Okay. Now, very carefully, can you see the top drawings? Just a little bit down. That's it, yeah. Can you see the architectural drawing there? That is the facade of the Victorian mosque that Abdullah Kulliam had in his mind. It was drawn by an Ottoman architect. And that's the masjid he wanted to build, that he never got the chance to do it. But look at this. After 130 years, 35 years, we, the Muslims sitting here of Liverpool, have the chance to make that dream come true. And we're going to build that in this building here, the music shop. So the phases are, the first phase is to buy the building at £500,000. Second phase is to design and architects do the drawings, and to estimated around about £200,000. And the third phase is the construction, is to build this masjid, roughly about 3 to 4 million. And that's what we're undertaking, and we must undertake in order to prosper, in order to move on, in order to create a center of excellence, Islamic center of excellence, a center of dawah, a center for the sisters, young people. And this building here would be used for madrasas, for community hub, for learning, and so forth. Thank you very much, if you'd like to put that down. So jazakumullah khair. I meant to show you that earlier, but better late than never. Okay, so today I had brother Amar Abdul Fattah, who has donated £1,000. Where is he? Can I show your hands for me? Brother here? Brother Amar Abdul Fattah, where are you? Okay, he's gone maybe at the back. So he gave £1,000 just a while ago. And a brother and a sister, husband and wife, they've also donated £2,000. And everyone else who has donated yesterday, jazakumullah khair. So takbir. Tonight, if you can, £1,000 is what I'm asking for. You can put as a £25 a month, or £50 a month, or £84 a month. But with £1,000, I'd like you to be a pillar of this masjid. A pillar of this masjid, leave a sadaqah legacy behind. It's not about showing off your name that I give £1,000 and I want my name on there. No, you are not putting the name, we are putting the name. You've made your intention that I want to support, be a pillar of the Allah's house. And this will remain forever, as long as this masjid is there, brothers. Everybody that walks in will see the name and make dua for you. Leave something behind. Because when we leave this dunya, on the day of judgment, you will have nothing apart from your good deeds. The sadaqah that you gave, the masjid that you built, helped to build, a child that you raised in the Islamic way,
a knowledge that you depart to others when they use it for good. Those are the things you're going to take with you. So who would like to go first? Say, I would like to pledge and I will pay slowly. Inshallah. Who will be the first person? Just put your hands up. The first person that puts their hand up, they get the ajr for every other person that donates. Do we have any brothers? Takbir. Allah. Shaykh Wadda, I'm going to trouble you, sorry. I want you to do the appeal. Come on, take that. You do the right thing, the easy stuff. Okay, but Shaykh Wadda, what's your name, my brother? Abdul Rahman, what a beautiful name. Abdul Rahman, very young. How old are you, if I may ask? 14. Another takbir. Can you see the courage of a 14-year-old? How are you going to raise that £1,000, young man? With the family, mashallah, that's what I like to do. He'll go and tell his friend, his mum and dad, I've committed, and I'm committed to it, and it's £1,000 for life. A pillar goes in his name. Are you going to put it in your name or in someone's you love? Your name. Okay, that's fine. I thought he was going to say mum and dad. Okay, no problem. Any other brothers? Come on, brothers. A 14-year-old has come forward. What are we waiting for? You don't have to pay it now. You can pay it in installment. £50 a month, £40 a month, £30 a month, whatever you can. Be one of the pillars of the masjid. Any other brothers? One hand's gone up. Allahu Akbar. Takbir. 500. MashaAllah. What's, give me your name again. Munir. Brother Munir, young brother again. And how old are you now? Only 27. That's how old I was when I started the second mosque in Coventry, mashallah. So you're starting this one at my age when I was 27. Alhamdulillah, 32 years ago. Allahu Akbar. £50, mashallah. £50, your name? Badr, brother Badr. Again, another beautiful name. Any other brother? Okay, let's go down whatever you can. £500? Allahu Akbar. £50. Any amount is fine. £50. Abdulaziz, beautiful names. Abdulaziz, befitting. Any other brothers? £50, £100, £500, £1,000. Do we have anyone who wants to give £5,000? Life member. £5,000? You know, on the television, when I was in Channel S, we had two brothers, one sister and one brother. They became life member for £5,000. They paid straight away. Alhamdulillah. Okay, any others? 50, 100, 500, 1,000. I would say go for 1,000. And make an installment, at least you have a legacy and be a pillar of the masjid. That is the best one to do. But if you don't, any other amount. £50? 50. Takbir. And how old are you? Only 16. You know what? You're putting us elders at shame here. Alhamdulillah. It's good. It's good. The more the youngers give, the barakah, the better. Okay, we got 14-year-old, 15-year-old, 27-year-old. Where is the 30-year-old God? Huh? 40-year-old. Bismillah. Come on, let's get some £1,000 from the elders. Any other? Please, my brothers and sisters, we don't take anything with you. I want this pen I love so much. I can't take it with me. I'll have to leave it behind. But if I use it in a good way, I get the barakah for it. But when I leave this dunya, I won't take any of my wealth with me. What do I take? What do I take? I take the goodness, the good deed that I have done in this world. You have done in this world. Allahu Akbar. Yes, my brother. Allah, takbir. Alhamdulillah. Sorry, uncle, you have to give me your name again. Yes? Brother Usman. Okay, Usman. He said to me the other day, Uncle Mumin, you know when you do the, and Sheikh Sadiq did the, I wasn't here. He said, Sheikh Sadiq says it, and he gives 30-second pause. Wait for 30 seconds. Nobody says anything. And in the 40th second, somebody puts their hands up. So you have to do the same. So I think I take your advice on that one. Okay, so £1,000 from Usman. Any other brothers? Let's just take a few more. Come on, you are so courageous. You can afford it. You can make it. This is our masjid. And I've shown you the phases that we're going to go through. Brother Aziz, can I put 1,000 on your head, sir? Yes, bismillah. Allahu Akbar. Brother Aziz, £1,000.
Okay, I pick up because he's a businessman. Any other businessman we have here? Non-businessman will do. Bismillah. Inshallah. £100, let's go to a musalla. A musalla where you're praying. Anybody for £100? Anyone? £100 for the first one, first person that would like to go. Allahu Akbar. Thank you. What's your name, my good brother? Abdullah. Brother Abdullah, £100 musalla. That's the first one. Second person for a musalla. A musalla. Even if you're working part-time, you can give £10 a month. It's not a problem. But give and be part of it. That's the beauty about it. And I want young people to donate, even if it's £10. Get them to donate. They get into the habit. Allahu Akbar. What's your name? How much? How much? He paid £100? Allahu Akbar. What's his name? Someone by the door. I think you're about 14 years old, yes? How old are you? 18. Takbir. See, 13, 14, 18 year olds. Oh, we got £1,000 from the brother who's about a bit younger than me, but yes, Allahu Akbar, yes. 1,000? £100. Your name, my brother? Abdul Karim, £100. Any other brothers? One more minute and then I'll finish. In 1 minute, how many can I take? Let's see, this is a challenge. How many £100 can I take in 1 minute? I'm using Usman's technique for a pause of 30 seconds. Let's see if anybody puts their hands up. Usman is not working. We'll have to come up with another. If the sisters are watching, please, please donate generously and help the masjid. Like I said, the masjid that I started 32 years ago in 1992 in Coventry, sisters were actually giving their gold away so that it can be sold and used in the masjid. That's how passionate they were. Okay. The rest of the as you know, we have almost opened the Kulyam restaurant. At the back, we have the Kulyam restaurant and the kitchen and the cafe. It's open today, so you can have your Karak chai, special chai, Moroccan chai, tea, and please make your way at the break time. And you can also have doner kebab, and they've got some other kebabs and fries, chips. Food at the back. So in break time or even after the break, please make your way, have some tea, coffee. This restaurant that we have done, some money, part of that money has been donated by generous donors. It's a waqf to the masjid and it's a masjid operated. So we get the profit into the masjid. So it's to raise income for the masjid. Because we cannot totally rely on donation, we're going to make it sustainable through every means, inshallah. So every time you go and buy a slushy or a tea or a coffee, some pence goes into the masjid, inshallah. Brothers, tomorrow is the khatam. Khatam al-Quran by Sheikh Sadiq. Please come. The Isha will start at 9:40, inshallah. And tonight, until the rest of Ramadan, tahajjud is at 2:30 p.m. Eid al-Fitr prayers, the Eid prayers, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock and 10 o'clock. Is that clear? Zakat al-Fitr, £5 per person. We have a box downstairs. Please pay. If you pay on the card, make sure you tell the person it's for Zakat al-Fitr. So we separate it, inshallah. So do pay now, Zakat al-Fitr, or definitely before the Eid prayers. You must, inshallah. Jazakumullah khair. Thank you so much for listening to me, inshallah. And tomorrow we have an appeal to collect some money for a madrasa, a Hibs madrasa, and a place in Morocco. Jazakumullah khair. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the best of iman, give us the tawfiq to do more for our community, do better within our families. Assalamu alaikum. Please upstand for Taraweeh.
استووا استقيموا واعتدلوا أقبلوا على الله بقلوبكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم
المرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا
إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers, I just want to mention one or two things. When I opened the doors, it's not because I want it to be cold, but because I know a little bit about ventilation, and that's what I do. I'm an engineer. When I open the doors, I want you to have fresh air into the room. So each time I open the doors, one brother closes it. It's not because I want it to be cold, but I want you to have fresh air. If you are cold, you can feel it immediately, and you can put on your coat, something to make you warm. When I come here every night, I put on layers to make me warm. That is what this country is about. If you come in your jalabia, and you come in with your t-shirt, and you want to be warm, you need to have the doors open. Until we have ventilation, we have a machine that brings in fresh air. The only reason why this room is so tall is that we have enough air in the room. But when we close the door, if you close it long enough, one by one, we will all die. Carbon dioxide. That is why we need fresh air. I open that door, somebody closes it. I open the back door, you close it. We are coughing because we don't have good air in the room. If you look at the meter at the back there, it's showing red light. It's not for fun. It's just to tell you that the ventilation is not good in this room. And that is why we need to keep the doors open. If you are a bit cold, move away from the door. But we need fresh air. You would not know, we have a number of brothers that have actually fainted in this room. I'm not saying it. Last year I was here, a brother fainted in the front row. Sheikh Wada caught him before he fell down.
And it's not that I'm making it up. These are true instances. We all have different level of energy, different level of consideration before we begin to go out of breath, before we begin to faint. And why, that's why we're all coughing. We cough and cough and cough, not because it's cold, but because the air is bad. Please, brothers, let's leave the doors open. Let's allow fresh air until the masjid is able to put in a system that will bring in fresh air into the room. We'll bring in fresh air and make it warm, but there'll be enough fresh air. But we don't have fresh air in this room. And that is why we're all feeling a little bit more tired, because the CO2 is not good. And if you stay long enough inside carbon dioxide, you will faint, and if you're not strong enough, we'll die. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلاة الشفع والوتر ثابت لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على شهر رمضان اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصدقاتنا تقبل الصالحات منا
واغفر الزلات والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما رزقتنا وأعطيت. نستغفرك اللهم من ذنوبنا ونتوب إليك. اللهم بيض وجوهنا يوم نقف بين يديك، ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، وظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهد قلوبنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما عبدناك حق عبادتك، وما رجوناك حق رجائك. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الرحمن، بأنك أنت المنان ذو الجلال والإكرام. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك في علم الغيب، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابا لهمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وارحم اللهم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وتقبل شهداءنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم دبر لنا أمورنا فإنك أنت خير المدبرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما آمنا بمحمد ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة، واسقنا من يديه شريفتين شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
يا الله يا ربي كيف حال حبيبي.